ومرحبا جميعا، ومعاكم ندى بعشان مره ثانيه من مطار باريس، وان شاء الله تشاركوني رحلتي الجديده. على والله ايسلند اير مرتبه، يعني ما اشبه الشيء ابدا. اطول دوام عمل في اوروبا في ايسلند، وساعات العمل الاسبوعيه 43 ساعه ونص. يعني هاي بيبي جوز، have a look. Say hi. Hi. الجانب الكويتي هنا سواقة، نافيجيشن وموسيقى. الجانب السعودي هنا إثبات وجود. معلومة ثانية مهمة، إنه الرجل الأيسلندي يحب الحياكة عشان يجهز لموسم. على خير جميعا، وان شاء الله عجبكم يومنا في ايسلند، وان شاء الله نشوفكم بكره.